البداية مع أخبار النادي الأهلي، بيدخل مساء اليوم فريق النادي الأهلي معسكر مغلق عقب تدريبة الفريق بملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة زد المقرر ليها الساعة 8 يوم الخميس غدا ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري نايل. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اتكلم مع اللعيبة عن اللقاء، وهو كان ادى اللعيبة على فكرة راحة من التدريبات يوم الاثنين قبل أن يعود الفريق مرة أخرى امبارح للتدريبات، وكان في جلسة مع اللاعبين للحديث عن مباراة زد، وأكد ليهم ضرورة مواصلة النتائج المميزة والانتصارات بعد الفوز الأخير اللي حققه النادي الأهلي على سيراميكا كليوباترا. مش بس فوز كان بنتيجة كبيرة ولكن بأداء كان رائع، وتحديدا في الشوط الثاني قدر يفوز بنتيجة 5-2 في لقاء كان قوي من الفرقتين، ولكن الأهلي قدر يحصد الثلاث نقاط. لو اتكلمنا على الماتش اللي فات، ففي هيجي سؤال في ذهن المشاهدين وجماهير النادي الأهلي عن الغيابات اللي كانت موجودة، ولكن نطمنكم على وجود ثنائي يعوب من الإصابة، عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي ومحمود عبد المنعم كهربا، الاثنين بقوا خلاص جاهزين للمشاركة في لقاء زد غدا يوم الخميس بعد أن حصل اللعيبة على راحة من التدريبات خلال الأيام الماضية قبل أن يعود الثنائي للتدريبات مساء أمس، وكان الجهاز الطبي للنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله قد طلب بضرورة حصول السولية على راحة من التدريبات من أجل التعافي من الإصابة اللي لحقت به خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية، واللي كانت عبارة عن كدمة قوية في الركبة، بينما غاب كهربا عن لقاء سيراميكا بسبب الإصابة في التدريبات اللي قبل اللقاء، وأيضا كانت كدمة فوق الركبة، فالجهاز الطبي فضل أن هو ما يخليش اللاعب يشارك في لقاء سيراميكا ويريح الاثنين بعد اللقاء علشان يكونوا جاهزين في الفترة الحالية للقاء بكرة اللي هيكون أمام زد. الفريق مش سهل أبدا، وزد في بداية الدوري السنة اللي فاتت وسنة أولى دوري عمل موسم كان قوي جدا، وحتى في بطولة الكاس قدر يوصل للفاينل. قرر الجهاز الطبي للنادي الأهلي إجراء إشعة جديدة على عضلات البطن الخاصة ومدافع الفريق ياسر إبراهيم للوقوف على آخر تطورات حالة اللاعب الصحية. اللاعب في الفترة اللي فاتت يعني عايز يرجع لمشاركة، وبدأ واحدة واحدة كده يخش لتدريبات الجماعية، ومن المنتظر أن يجري اللاعب إشعة جديدة الأسبوع المقبل بعد الإصابة اللي لحقت به خلال لقاء العين في كأس انتركونتيننتال، وكانت سبب غيابه عن لقاء سيراميكا الماضي، وأيضا لاعب مش هيكون جاهز للقاء زد. في الحالات دي الجهاز الطبي بيكون مركز جدا في بعض التفاصيل، إصابات في بعض العضلات بتكون إصابات للاعب مش أفضل حاجة، في إصابات بتتجدد مرة تانية، إصابات بتكون مجهدة جدا بتاخد وقت لحد ما اللاعب يرجع مرة تانية حتى لو تبدو إنها بسيطة، ولكن ياسر حالته جيدة وإن شاء الله يكون جاهز في الفترات القادمة. وإحنا نتكلم عن النادي الأهلي وعن خط دفاع النادي الأهلي وتحديدا عن الإصابة اللي عند ياسر، فبدأت لجنة التخطيط في النادي الأهلي بالتعاون مع لجنة السكاوتينج في البحث عن مدافع بيلعب في الدوري المصري من أجل ضمه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ده لتدعيم خط دفاع النادي الأهلي، والقرار ده جه بسبب كثرة الإصابات. في إصابات كتير جدا بيتعرض لها مدافعي النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، خاصة أشرف داري اللي ما شاركش مع الأهلي سوى دقايق معدودة في مباراة العين الإماراتي بدلا من ياسر إبراهيم، بالإضافة إلى الإصابات اللي تعرضت لأكثر من لاعب، رامي ربيعة تعرض لإصابة، ياسر تعرض لإصابة، يوسف أيمن الوافد الجديد اللي ظهر بمستوى جيد في لقاء الزمالك في السوبر ولكن اصطدام كان قوي في الرأس أثر عليه في اللقاء اللي فات ولسه ما ظهرش بشكل قوي، فالنادي الأهلي قرر يكون في مدافع مصري موجود في الدوري المصري ينضم لكتيبة النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.